سؤال أبونا بيتر، قدس أبونا، هل هناك مكان العذراء بحد ذاته؟ طبعا كما أن هناك مكان لكل طفل يولد، ولكن عندنا مشكلة هنا من بقايا العقلية البدوية الوثنية واليهودية التلمودية الذكورية، ليست يهودية الكتاب المقدس، وهي أن لا قيمة لا للطفلة ولا للفتاة إلا إذا تزوجت، وإذا تزوجت يجب أن تنجب، يعني تزوجت ولو مغفلا ولو مجرما المهم تتجوز ثانيا لألا تبقى عانسا، هيك العرب بيقولوا من ذوقهم يعني بدون مؤاخذة بعضهم، بديش أعمم. ففي العروبة الذوق والأخلاق والمروءة، إذا يجب أن تتزوج، إذا تزوجت يجب أن تنجب، إذا أنجبت يجب أن تنجب على الأقل ذكرا واحدا، شروط وأهم شروط. وبعدين هم البنات للممات، هم البنات للبنات، الأولاد ما فيش مش هم بالمرة. إذا أولا قيمة العذراء بحد ذاتها حسب الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية اتباعا للكتاب المقدس، الرب عفوا السلام عليك يا مريم أيتها المتمم فيها الإنعام إن لم تريد الممتلئة نعمة، الرب معك قبل أن تحبل بالمسيح، ما تنساش قبل التجسد الإنكارناسيو، الرب معك مباركة أنت في النساء، يعني أنت أكثرهن بركة. وإذا زادت الإصابات ومباركة ثمرة بطنك، حتى الإصابات امتلأت من الروح القدس، لم تقل مباركة ثمرة بطنك، بل قالت أولا مباركة أنت في النساء. طبعا الذي يقول إنه، وهذول مع الأسف كثار، إنه لا قيمة للعذراء ولا مكانة إلا منذ ولدت المسيح، إذا لا قيمة لأي من بناتكم حتى تتزوج وتنجب، هناك قيمة للعذراء جنينا، هذا اعتقاد الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية من قبل الذوق، الذوق السليم والفكر القويم، هناك قيمة للعذراء الطفلة، ولا نريد طبعا أن نستشهد بالأناجيل المنحولة التي تقول لنا عن رؤية لوالدها يوكيم وحنة في مغارة في منطقة القلط قبل الوصول إلى أريحا. في رهبنة إيطالية اسمها بامبينا ماريا أو ماريا بامبينا، يعني هنا الأعاجم سبقونا مع أنه العذراء من عنا، ماريا بامبينا، مريم الطفلة، هناك قيمة للطفلة. إذن الذي يقول إنه لا قيمة ولا مكان للعذراء إلا منذ ولدت المسيح، حتى مش حبلت من المسيح مع إنه التجسد هو الأساس للميلاد، هذا يبدو إنه فيش عنده بنات، فيش عنده بنات إخوة، بنات خوات، أو على الأقل يعني بدون مؤاخذة بدون تطاول على البشر، وكرر احترامي لجميع الناس، ولكن عدم الموافقة على الشط، على الخلط، شطط. على الغلط، على الشط، شطط. يعني الشطط، نعم، نعم. بطاطين يعني. طيب إذا هناك قيمة للطفلة، أساسا الأطفال ملائكة والطفلات لهن جاذبية خاصة، كانت الوالدة رحمها الله تقول البنات بحلوا حالهم، خصوصا في هذا العمر الجيل البريء
وإن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. إذن هناك قيمة، بس أنا أتكلم، شكرا لك، أنا أتكلم عن الطفلة مريم. طبعا إذا عنا إحنا العرب بتأثر من أفكار غير مسيحية، لا نحب بنتنا كما نحب ابننا، حتى مرات في بعض الأوساط الريفية بيقولوا مش بنات نقمات، ويتشائم حتى بيحكوا إنه في الرواية الإسلامية وأد البنات، إحنا فيش عنا وأد بنات ولا في الإسلام طبعا. إذن هناك قيمة للسيدة العذراء جنينا، قيمة ومكانة للسيدة العذراء طفلة كانت قرة عين والديها. هذا من غير أن نأخذ أي شيء من الأناجيل المنحولة غير المعترف فيها، وطبعا قيمتها كفتاة وكعذراء. أرسل الله الملك في مدينة بجيل إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف، ولذلك هنالك قيمة للعذراء، ولا يمكن، وأي تنكر للعذراء هو تنكر للأمومة. والمسيح لا سمح الله مش آخر من يتنكر لوالدته، المسيح لا يتنكر على الإطلاق بوالدته، وإلا كنا حاشا وكلا نحن أفضل منه. شكرا لك أبونا، وشكرا لمشاهدتكم ولإصغائكم.